عشق جمع العملات هي هواية من الهوايات المنتشرة في أنحاء العالم، وربما لا تتوافر بالكثيرين هذه الهواية التي دفعت غريب الشبراوي للبحث والقراءة في كل ما هو نادر، ولأنه يشعر بأنها بمثابة عائلته التي لا يستطيع الاستغناء عنها، صنع لكل منها ملفا يضم كل تاريخها ومحاولات توثيق تاريخ إصدارها والظروف والأحداث السياسية التي صاحبت تلك الفترة. القصة كلها زي ما قلت لحضرتك هي متعة، والمتعة دي مش ببلاش، يعني كنت بدفع فيها فلوس النهاردة فبلاقيها بكرة، يعني هي هواية وتجارة واستثمار وتراث وتاريخ، فما فيش أي حاجة من ضمن العناصر دي مكتملة هيخسرك في يوم من الأيام. تتنوع دوافع جمع العملات، وربما كان الدافع والحافز الأكثر شيوعا هو الهواية والمتعة البحتية، ولا يوجد نية للربح. هذا ينطبق بشكل خاص على غريب الذي ذهب إلى تأسيس جمعية لهواة جميع العملة حتى تكون ملتقى للتبادل التراثي. بالنسبة للجمعية ملتقى بيجمعنا بيننا وبين بعض، كنا بعض الهواة، أنا شايف إن في واحد صاحبي بيجمع ربع جنيه مش عندي فببدله مع نص جنيه زيادة عندي. هواية كل واحد فينا بدأت بتوقيت معين، محدش عارف عند التاني بدأ إمتى، إنما اتقابلنا مع بعض جات لنا الفكرة نعمل ملتقى يجمعنا سويا فيها حب هذه الهواية وبننمي فيها بقى المعلومة مع بعض وإلى آخره. تتوقف قيمة العملة على عاملين، حالتها ومدى سهولة الحصول عليها، وأكثر العملات قيمة هي تلك العملات غير المتداولة والنادرة في نفس الوقت. ومن أشهر هواة جميع العملات في العالم الملك فاروق لأشقيه ما هو تراثي وتذكاري. بالنسبة للعملة مش كل ما تكون قديمة تكون غالية، لأن ليس كل ما هو قديم نفيس وليس كل ما حديث رخيص، دي حاجة معروفة يعني. القصة كلها المعيار بتاع الندرة هو اللي بيرفع قيمة الشيء. والله الملك فاروق من أشهر هواة جمع العملة على مستوى العالم والطوابع كمان، حتى في غلاف لمجلة الاثنين والدنيا مش موجود هنا دلوقتي، إن شاء الله ممكن في فترة تانية أبقى أفرجك عليه. صورة الغلاف الملك فاروق بيستعرض العملات بتاعته ماسك العدسة وبيعمل زوم على المختارات اللي بيختنيها. قليلون من لديهم هذه المهارة في اقتناء الأشياء التراثية باعتبارها أعمالا فنية ودائما تتصدر اهتماماتهم، وهناك من يبحث عن العملات للاستثمار وتحقيق أرباح مادية كما هو الحال مع الطوابع والمعادن الثمينة أو غيرها من السلع.